الاعلامي سامح عاطف، اهلا وسهلا بيك ومبروك مسابقه ميس نايل، بتحقق نجاحات كبيره جدا جدا السنه دي. الحمد لله، كنت عشمان في ربنا ان ربنا يكرمني، وبشكر كل الحضور. الحمد لله الحمد لله، نجاح ربنا سبحانه وتعالى. التحدي ان انا قلت يا رب اليوم يطلع كويس، مفيش حر، فعلا فوجئت بهوا النهارده رهيب، فده فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الضيوف، التحضيرات، الفنانين جم، كله لبى الدعوات، كله كان على مستوى الحدث. انت شايف ازاي؟ هل راضي ومبسوط في الاخر بعد النجاح ده كله؟ راضي بنسبه 101%، الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. بشكر كل الحضور، بشكر كل الضيوف، ناس مبسوطه زي ما انت شايف يا احمد، الناس سعيده. شفت الرقص على الستيج، انا كنت حريص ان انا ما اشغلش اغاني مهرجانات الا في الاخر بقى خالص. انا مبسوط وراضي بنسبه 101%، الحمد لله. انا بس عايز اشكر ألفة حبيبتي واختي اللي جت من تونس، وطبعا انت عارفها، صاحبه براند فيدا فيتشي، بشكرها على حضورها النهارده، وهتبقى واحنا مكملين مع بعض ان شاء الله، وفي ايفنتات جديده الفتره اللي جايه. انا رشحت ألفة لان هي خبيره في مجال التجميل. انا بشكر سامح عن جد لانه خليني اعمل تجربه جديده، وفرحت بها برشا، وفرحانه لك انه ايفنت عن جد واو، وكل شيء فات على احسن ما يرام، ومبروك. وانت اكدت لي اليوم انه اشطر سامح عاطف بالدنيا. سامح عاطف بطبعه عنيد شويه. بحب التحديات يا احمد، ولازم تخرج بره الصندوق. النهارده بنشوف عرض فاشن شو على الكراسي، وكل الناس قالت لي العرض كويس يعني، فالحمد لله الحمد لله. حتى مستوى الدروع، شكل الدروع مختلف، طريقه التقديم الناس مختلفه. الدروع هي دروع ميس نايل السنه دي، انا قلت اعمل درع ميس نايل، وهو عشان استعداد لقلادة النيل بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله. هيبقى احسن ممثل، احسن ممثلة، احسن مطرب ان شاء الله باذن الله. يعني انا بقول لهم كلهم مبروك، انت النهاردة كنتوا كلكم ملكات. ما عنديش حد بيكسب ويخسر، كله بيكسب، وانا فخور بيهم جدا جدا جدا. يعني بتواجه دايما حرب خفية يا سامح، طول الوقت بتحاول تتعامل معاها ازاي؟ ما عشان بواجه الحرب الخفية دي، انا الفاشن والموضة بعدت عنهم شوية يعني، فخلينا بقى نكمل في المسيرة. اشكرك جدا يا ابو احمد، ربنا